ان شاء الله قشر الليمون باذنك يا رب. هنعمل قشر الليمون ونستخدمه في ايه؟ قشر الليمون. تعالوا معايا وشوفوا قشر الليمون اللي احنا هنستخدمه في ايه. اول حاجه نجيب قشر الليمون اللي هو فاضل مننا اللي بنعصر بيه الليمون، هنسلقه سلقه حلوه جامده قوي، يكون طري يكون طري كده، يسلقه جامد. انا سلقته طبعا اهو، هنجيبه في الخلاط نفرمه في الخلاط. بسم الله حلوة قوي، شايفين اهو بيتفرم اهو، لازم تسلقوه جامد قوي يا جماعة. خلينا ناعم قوي اهو، شايفين اهو، نحط هنا في الطبق. طبعا هقول لكم في الاخر هنعمل بيه ايه، مش عايزه احرق المفاجاه، واقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. نجيب كده، طبعا احنا ضربناه جامد قوي في الكبه في الخلاط، ده مفيد قوي قشر الليمون ده، نعمل بيه حاجات ملهاش عدد. بس انا النهارده اقول لكم هنعمل بيه ايه. هنجيب ان شاء الله، هنجيب ده قشر الليمون اللي احنا ضربناه في الخلاط اهو يا حبايبي، هنجيب عليه معلقة ملح ليمون، شايفين معلقة ملح ليمون، ملح ايه ليمون، ودي معلقة بيكنج باودر كربونات الصوديوم، معلقة كربونات الصوديوم اللي بنعمل بيها الرصاص، طبعا بيتفاعل اهو، بص بيتفاعل معايا اهو، بيتفاعل تفاعل جميل. هنا بضاف لك هقول لكم بقى نعمل بايه. بص التفاعل يا ولاد احسن، احلى حاجه لغسيل المواعين، احلى حاجه تغسلي بيها المواعين. هنحط، انتوا عارفين اللهلوبه، صوروا لهم يا فاطمه اللهلوبه دي، اسمها اللهلوبه، جميله قوي دي، جميله، منتجات ماي واي، حلوه قوي 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 قوي. ماما عايزاها كده، ماي واي، منتجات ماي واي اسمها اللهلوبه. نجيب الليمون، هنجيب معلقه نحطها دي ايه على المسحوق ده كله، معلقه كبيره. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا استخدمه في المواعين، نستخدمه في تنظيف المواعين زي الصابون السائل بالظبط. انا عندي بيبه، بيبه دي صارلهم، ده بيبه نحط عليه شويه بيبه صابون سائل. هوريكم دلوقتي بيدعك ازاي. فاطمه لازم تقلب دلوقتي، انا هدعك لكم وتشوفوا معايا المواعين شكلها ايه. بس طبعا يستريح شويه من الكربونات وكده، ان بتعمل مفعول مع الايه الخلطه كلها دي، الخلطه فظيعه، تغسلوا احلى مواعين بيها، احلى مواعين من المفاطنه، هتدعوا لي والله احلى. حطينا ايه، معلقه بيكنج باودر كربونات الصوديوم، معلقه كربونات الصوديوم، معلقه ملح ليمون، وحطينا اللهم صل على النبي معلقه لهلوبه اللي هو ليمون عشان يدي ايه رغوه حلوه. تعالوا كده نغسل بقى شويه مواعين بيها، نحط هنا شويه نغسل بيها المواعين ونجرب. وريهم يا فاطمه نغسل مواعين ازاي. ندعك المواعين دلوقتي، طبعا هنحط عليها شويه صابون صغيرين ندعك، طبعا تقلبوا عليها شويه صابون لما تيجي تصبوها، طبعا الخلطه دي هتحطها في الثلاجه، برطمان عندك فاضي حطيه في التلاجة، اي برطمان فاضي عندك، اي برطمان عندك وحطيه في التلاجة. هنجيب الصابون السائل ده اللي هو فيبا ونقلبه على الخلطة دي، طبعا هنغسل احلى مواعين. يلا وريني يا فاطمة المواعين، هبعتلكوا دلوقتي الحلة دي، الحلة دي بس
شكلها وحش ازاي ومعفن، شكلها بوريكم يعني اهي قبل الايه، قبل ما هتاخدي لحسه من هنا، لحسه من هنا صوري يا فاطمه، ده لحسه من الخلطه دي، ها الخلطه دي. تعالي بقى يا فاطمه ان شاء الله هنجيب بقى كده السلك، بس بيرغي ازاي ولا حاجه تانيه توزيع سلك المعين. الحاجه كانت معفنه قذره، بص الوقت هتبقى شكلها ايه، فاطمه بتضحك على الكلمه صح. فيها كربونات الصوديوم بيعمل شغل جامد، هو والايه وملح الليمون. بص الحله بقى شكلها بتلمع ازاي وتنضف ازاي، تغسلوا بيها البوتاجازات، تغسلوا المواعين، تغسلوا الاحواض، تغسلوا الحمام، تغسلوا اي حاجه عندكم. اتفرجوا بقى على تعالي حاجة. الحله كانت شكلها عامل ازاي، ايه رايك يا فاطمه؟ تحفه. وايدك يا فاطمه كده عشان تغسل حلو، متجيش على ايديا يا فاطمه حبيبتي، خليني ابعك. بص بيرغي ازاي، طبعا انا حطيت فيه ميه عشان يرغي. بصي فاطمه بتضحك اهي، بتقول ايه ده، سحر ده ولا ايه؟ ها ايه الخلطه دي؟ بص الخلطه، كل ده ليمون، قش الليمون ده افضل حاجه، القش الليمون تعملوا بيه، تعملوا بيها المواعين. بصي اللي انتوا بترموه، اللي انتوا بترموه ده تسلقوه سلقه جامده قوي 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 لحد ما يتهري، يتهري معاكم. تمسكوه في الخلاط، تمسكوه في الخلاط كده على طول. هتيجي يا فاطمه جدعه يا فاطمه. بصي الحله بقى اللي كانت شكلها اسود، اتفرجوا عليها. الحله وحلاوتها، واو يا فاطمه، واو بقت بتلمع. بصي الحله يا شيل الليمون، وات النور هنا، وراها لهم في النور هنا، ياي تحفه تحفه تحفه، بقت تحفه بمعنى الكلمه. طيب وبس، هنا يكون نهايه الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم، نقابلكم في الحلقه القادمه. هتحطوه في الثلاجه طبعا، في علبه وتحطوه في الثلاجه، اي علبه فاضيه. بس هنا يكون نهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، شير، سبسكرايب. باي.